ومتابعينا بصباحنا يا نور، ووصلنا لفقرة كتير مهمة ولازم نضوي عليها، وبعدنا مستمرين بأجواء العلم السوري أكيد. والمعرفة. فبعد 7 أعوام من الأبحاث العلمية المخبرية والتجارب المتواصلة على مرض السرطان، اللي عجز الأطباء والعلماء عن اكتشاف دواء شافي 100% له، وبات مقتصر على العلاج الكيميائي أو الأشعة. مؤخرا تمكن الباحث السوري إبراهيم الشعار من تحضير مادة دوائية مضادة للسرطان، ليحوز على 4 براءات اختراع أخرى تحضير مادة دوائية بتحويل الوسط في الخلايا السرطانية من حامض قليل الأكسجين إلى وسط قلوي غني بالأكسجين. لحتى نعرف أكثر ونحكي عن براءة اختراع المادة الدوائية يلي وأيضا حاز على هذا العلاج وسمي بعلاج بقنبلة السكر، رح نحكي أكثر عن هذا الاختراع. معنا الدكتور إبراهيم الشعار عبر التليفون. صباح الخير دكتور، وإن شاء الله ألف مبروك وكل الفخر لك. يسعد صباحكم. صباح الخير دكتور، يسعد صباحك، ونحن سعيدين اليوم أنت معنا عبر الهاتف. دائما السوريين بجميع البلدان إن كان العربية والعالمية دائما لهم بصمة سورية بالمواهب والإبداع والاختراعات السورية بامتياز. خلينا نحكي عن براءة الاختراع الأخيرة وعن التحضيرات والسنوات اللي فعلا قدرت خلالها تحضر لهيدا الاختراع. بداية نحن انطلقنا بالاعتماد على عدة دراسات علمية وأبحاث عالمية لفهم بيولوجيا الخلية السرطانية المكونة للورم، وعند ملاحظتنا أن الخلية السرطانية تستهلك السكر أكثر من الخلية السليمة بنحو 20 ضعف، ونتيجة لهذا الاستقلاب المتزايد تزيد الحموضة التي تغطي سطح الورم وتخمد الخلية المناعية ويقل الأكسجين، ويؤدي هذا إلى تشكيل حواجز تعطل عمل الجهاز المناعي، وهذا يحدث نتيجة سوء وظيفة محطات الطاقة في الخلية الميتوكوندريا. ومن هنا بدأنا في رحلة البحث عن العلاج المناعي اللي راح يدمر حواجز التعطيل المناعية وبيؤدي إلى عودة الجهاز المناعي للعمل. فقمنا بوضع فرضية، إذا نحن استخدمنا السكر الذي يحوي على الطعم بنخدع الخلية الخبيثة لتتناوله على مبدأ حيطان فروادة، وهيك بنقدر نحطم حواجز التعطيل المناعية وبيرجع الجهاز المناعي يشتغل. طبعا كانت انطلاقتنا من تشكيل توليفة تضم مجموعة كبيرة من الأحياء الدقيقة المعروفة بالبروبايوتيك، وهي أحياء دقيقة نافعة من خلال تنميتها وإكثارها بوسط مناسب يتم الحصول على الكيفيران، وهو عبارة عن سكريات متعددة خارجية المنشأ، يعني الإكزيبولي سكراي اللي هو السكر اللي نحنا استخلصنا. وبلشنا اختبارات على الخلايا السرطانية، واكتشفنا انه له دور في قتل الخلايا السرطانية، يعني السكر هذا هو له دور كمان في قتل الخلايا السرطانية، لكن عند اضافة مادة الطعم اصبح له دور مضاعف، وحصلنا على نتائج جيدة جدا واستجابة كبيرة، وهو صار مركب الكيفيران القصير. نعم دكتور. نعم دكتور، يعني خلينا نضوي على فكرة الاختراع هو يعني الأول من نوعه عالميا بكل المقاييس والمعايير، ولا في كان بالسابق اختراع مشابه نوعا ما في هيك شيء ولا لا؟ هلا بالنسبة لأي اختراع يعني يتم تسجيله يجب أن يحقق 3 شروط: الجدة والابتكارية وقابلية التطبيق الصناعي. طبعا هاي الشروط بتقوم فيها بالبحث في قواعد البيانات العالمية مديرية حماية الملكية بكل دولة بالتأكد من عدم وجود أي مشابه عالمي. هلا الكيفيران القلوي حقق هاي الشروط للثالثة اللي هي الجدة، أي أن يكون الاختراع جديدا على مستوى العالم. الابتكارية، أي أن لا يكون بديهي ويمكن استنتاجه بسهولة من قبل شخص متوسط الخبرة بالمجال التقني. والقابلية للتطبيق الصناعي، أي التنفيذ والتحول لمنتج بغض النظر عن الكلفة والإمكانيات التي يتطلبها.
دكتور، يمكن كثير من الناس عم تسمعنا وسعيده بهيدا الانجاز وهيدا الاختراع، لانه نحن بنعرف سنويا قديش في عدد كبير من الوفيات بسبب مرض السرطان وما في علاج وشفاء بشكل تام. خلينا نحكي عن اليه العلاج ضمن هيدا الاختراع، كيف بيتم العلاج والقضاء على الخلايا السرطانيه؟ هلا هو الكفران الكلوي حيكون بشكل حقن، هو يعني اسلوب جديد للعلاج المناعي الموجه، يقوم على استغلال القدره العاليه للخلايا السرطانيه على اجتذاب والتهام السكر الذي يحوي على الطعم لخداع الخلية الخبيثه المتلهفه للسكر لتتناوله على مبدا حصان في الغده. طبعا الكفران الكلوي له شقين، الأول ترفع مناعة الجسم من خلال تدمير حواجز التعطيل المناعية اللي حكينا عنها. الشق الثاني هو نفسه بيقوم بمهاجمة الورم، يعني عنده انزينيتي، يعني تارجت موجه لا يؤثر إلا على الخلايا الخبيثة، ويستخدم الطاقة لتسليح الخلايا بالأكسجين وقتلها من الداخل. نعم دكتور، يعني قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نحكي، هل تم تنفيذ العلاج بالدواء الجديد تبع حضرتك؟ وإذا يعني بتوضح لنا أكثر، في كان يعني مثل ما بيقولوا يعني ردة فعل الجسم كانت غريبة نوعا ما، ولا لا الأمور كانت 100% حسب التوقعات؟ هلا بالنسبه لنا نحن يعني لم نستخدم هذا الدواء على نطاق واسع، اشتغلنا على حاله ساركوما ايوينج، كون هي الحاله هي استجابه ضعيفه للعلاج الكيماوي. طبعا اشتغلنا كمان على حالات يعني استنفذت فرص العلاج بحالات الثدي واللمفومات واللوكيميا، حصلنا طبعا على استجابه كبيره ونتائج جيده جدا. طبعا يعني نحن المبدأ هو واحد لكل أنواع السرطان، لكن التطبيقات والاستخدامات هي اللي تختلف يعني من ورم لآخر طبقا لدراسة نوع بيولوجيا الخلية المكونة للورم. طيب إذا بدنا نقول متى بيكون متاح الدواء للاستخدام؟ هلا نحن طبعا يعني عم نشتغل على ترخيص جديدة من وزارة الصحة. وبالنسبه يعني المواد الاوليه عم نقوم نحن طبعا بتحضيرها محليا وما في اي مشكله بهذا الموضوع. بالنسبه للشكل الصيدلاني النهائي عم نقوم اليوم نحن بالتواصل مع يعني عده شركات تفاهم على انتاجه، وعم نبذل يعني اقصى جهد حتى يكون متوفر، وان شاء الله قريبا يعني باقرب وقت ممكن نقدر نوصله لكل الناس المحتاجين. نعم دكتور، يعني نحن كثير بدنا نتشكرك وبدنا نقول لك ان شاء الله الف مبروك، فخورين فيك، ناطرينك عنا بالاستوديو، ناطرين النتائج الحلوه لكل حدا عم يعاني من هالمرض الخبيث يلي ان شاء الله هيك على هالدواء على ايدك يلتقى له حل. شكرا كثير لك دكتور ابراهيم، نورتنا. شكرا لك دكتور صباحك. ابراهيم شعار عبر الهاتف كنا عم نتواصل معه، ودائما نحن فخورين بالدكاتره السوريين والانجازات السوريه اللي فعلا لها بصمه ضمن امكانيات والظروف الصعبه اللي عم نعيشها.